باسل ونبيلة، رغم أنها أحدث المنضمين لعقد تقديم اليوم، إلا أنها وضعت بصمتها الخاصة. بالفعل فاتن، نبيلة كيلاني وجه مغاربي من نجمات اليوم، نطل على بدايتها اليوم، أليس كذلك عمر؟ بالفعل، وأنا من المتحمسين للمذيعات بالتحديد نبيلة. جاك الدور يا نبيلة مغربية. يعني 6 سنوات مرت مشاهدينا على انطلاقة برنامج اليوم على الحرة، نتعرف اليوم على جذور نبيلة المهنية في هذا التقرير، أكيد في المغرب. واو. كل واحد يوم. 6 سنوات مرت على انطلاقة برنامج اليوم على الحرة، ونبيلة كيلاني تعتبر من بين أحدث المنضمين لفريقه. وفي إطار سلسلة جذور، نسلط في هذا التقرير الأضواء على بدايتها التعليمية والمهنية، كيف انطلقت من هنا في هذا الحي. منذ سنوات طفولتها كانت حركاتها وإيماءاتها تدل على نجومية تنتظرها. هي أصغر أخواتها، لكنها لم تكن تهاب الإخفاق، مغرمة بما هو عنوان للنجاح. هي نجمة اليوم نبيلة كيلاني. توحشنا نبيلة بزاف، لأنها هي إنسانة مرحة بزاف، وكتصدفي على روح المرح والنشاط على جو البيت. وخا كنشوفوها يعني يوميا، ولكن توحشناها بزاف بزاف. نبيلة توحشناك بزاف، بون كوراج، بيزو بيزو. هكذا كانت بداية مذيعة اليوم على الحرة في الصغر. أما زملاء المهنة في المغرب فدوماً ما كان يراودهم تساؤل عن سر هذا التألق المستمر لنبيلة، وكانوا بأنفسهم يجيبون بمفردة واحدة، وهي الشغف في عملها. لكن ما هي تفاصيل هذا الشغف؟ ماذا يقولون؟ نبيلة خدمت معنا إياه، تقريباً دخلنا للراديو أنا وياها في وقت واحد. شنو نقدر نقول؟ سي كو كانت زميله، ولكن كانت ايغالمون صديقه، باسكو شي واحد اللي قلبه كبير، اللي الا كان مكلو يعاونك ولا يفيدك في شي حاجه يفيدك. انا شحال مره هذا الكوتي تكنيك ديال الراديو ما كنتش انا قابطاه مزيان، ونبيله وراتني كيفاش ندير. يعني شي واحد قلبه كبير، شي وحده ظريفه وانسانيه. نبيله سي لا غيتي. نبيلة هي البهجة ودائما فرحة، نفتقدها هنا كثيرا، خاصة جانب روحها المرحة. نحن لدينا ذكريات رائعة معها. الو، يمكن لي نقول نبيلة بانها ماشي غير انيماتريس معنا ولا اون كوليغ ولا تختنا، لحقاش ديجا حنايا اوني فامي سي، اي كنتمنى لها التوفيق في مسيرتها العملية الجديدة. وكنقول لها، كنقول لها انا او نون دو توت ليكيب راديو، كتوحشناها وخلات بلاصتها بزاف. وان ليم بوكو، فوالا جو تيم نبيلة. اهلا بكم، انا نبيلة كيلاني، اخر المنضمين لبرنامج اليوم على الحرة. حديث العشق لتميزها في عملها من زملائها في العمل او من المقربين منها لا ينتهي. هي نبيلة كيلاني المتفردة، تظل مثار الدهشة والإبهار، وتصنع التغيير غير العادي في حياة الناس عبر اليوم على الحرة، وتستعد لنقلهم إلى آفاق أخرى. وكل عام وأنتم بخير مع نبيلة. لبرنامج اليوم على الحرة، فاطمة البكاري، الرباط. شو الشعور؟ شو الشعور؟ قلت العدل أساس الحكم. كل واحد اليوم طريقة رهيبة والله العظيم. يعني لما تشوف صور البيت وتشوف صور الناس اللي قرابة لك، عائلتك والناس اللي اشتغلت معهم مثلا 7 سنين 8 سنين، يقول فيك كلام حلو. اشتقولك نبيلة. ما تشتقونيش كثير عشان ما رجعش. لا احساس والله العظيم مختلف كثير، فشكرا لكل من ساهم في انجاح البرنامج.